كتكون عايش مرتاح، اي حاجه بغيتيها كتحضر. الوالدين ديالك موفرين لك كل شيء، الحمد لله العلاقه موجوده، ولكن في لحظه حياتك كامله كتقلب. عماني في حياتك كتوقع شي نهار حتى انا غادي نبغي نتاقم وندخل هادشي ديال المافيات. قبل ما نبدا الاستوار ديالي ديال الكيت، وخليكم معايا. زاديت في واحد الحي الا شافو عندك 10 درهم تيقولك سعداتك، اما الا كانت عندك 2000 ولا 100 درهم كتعتبرهم من الاغنياء ديال الدرب، وكلشي كيبدا يتلصق عليك. واخا كنا مصوبين ولا باس علينا، قايت مع ولاد الشاب. سميتي الياس، لا يبوغوس مهلي فاسو لا بليا لا والو. كنت طويل وصحيح، اما ملي زدت لاصال ما كذبش عليكم، خوكم تفاقع بلا بروتين بلا والو. كنت طالع للوالد اللي تبارك الله توا كان على خير، طويل وعامر، والوجه ديالو كان بحال شي مافيوزي. كانوا عنده شي حاجات في يديه، ملي سولت الوالده قالت ليا بلي كان واشم يدي كامله، ونهار اللي تابوا فعلي الله شي حاجه دوك الوشمات باش ميبقاوش يبانو في يديه. ماشي كنشكو في راسي، ولكن كنعاود لكم داكشي اللي واقع. في المدرسه كانوا الاغلبيه ديال البراهش مسمين عليا مهند، كان زوين بزاف وعيني خضرين وداخل سوق راسي، ما عنديش لا مع البهوشات لا مع البراش، ما كنعمر مع حتى شي واحد. كنت واحد انسان اللي ما كيعمر مع حتى شي واحد، ديما ضارب قبيه ديال القب في راسي والكيت. كنت مزك وكنمشي للمدرسه ديالي، كنحترم الاساسيين، كنقام مزيان وكنخرج في حالاتي. ماشي متكبر، ولكن الكاريزما ديالي بحال هكا. تزاديت انا الوحيد عند والدين ديالي، ما كنتش كنعمر مع خوت، ما عندي حتى شي واحد، داكشي علاش طلعت بحال هكا. ولكن داويش وما كان ادي حتى شي واحد، ولكن اللي جبدني جبد الخلا. كانت البدايه ديال السنه الدراسيه، كانوا الدراري داخلين ويلاه كيتعرفوا على بعضياتهم، وانا كيف ديما ضارب القبيه ديالي ديال الكيت وما كنهضر مع حتى شي واحد. واقف كنتسنى في الباب يتحل، ويتوقف واحد الطوموبيل، واحد البي ام خطيره، كلشي بقى حال فمو كيتسنى شكون غادي ينزل منا. نزل واحد البروش باين لاباس عليه، ولكن هادشي كامل غتصاور خاويه، حيت اللي لاباس عليه وعندو بي ام ما غاديش يجي يقرا في ليسي مع ولاد الشعب. كلشي كيشوف فيه وداو الشوها، الا انا كاع ما كنتمزك ليه كاع. حتى من الدريات كاملين بقاو حاضرين معاه وكيشوفوا فيه بحال غادي يكتب عليهم. المهم مع ديك الوقيته تحل الباب، دخلت في حالتي وكاع ما بقيت مسوق ليهم. هاد العام كان عندي الباك، دخلنا وكانت عندي اول حصه ديال لونغلي. كيف العاده مشيت نطاول للخا وريحت، ونسيت ما حيت لقب لا كيت، بقيت كنتمزك ومريح. اصلا كانت الاستاذه باقا كاع ما دخلاتها، داكشي علاش نسيت راسي. البارح تعينيت مزيان وكنت عيان، حطيت راسي على الطاوله مشيت، وبقيت شغلت على راسي. ما ضربتني الفقره على الصوت ديال الدراري كيضحكوا. ما كنحل عيني كنلقى الاستاذه واقفه حدا راسي، قالت يا برافو عليك انت هو المعلم، بادي السنه الدراسيه ديالك بالناس بين العابون. ما قلت لها حتى كلمه وتقاديت في الجلسه، كلشي تفرقع عليا بالضحك. المهم من بعد جراتي القبوي تهبطوا، امي بانوا لي الكيت وسمعات الصوت. خدات لي الكيت من ودني وداتهم في ودنها، قالت والله الا انت اللي كاين بالله، واش انت جاي تقرا ولا شنو؟ مصيبه كحله هادي. حيت الكيت وحيت القب، وقلت لها استاذه اسمحي لي عمرها ما تعاود. استاذه تصدمات وبقات كتشوف فيا من ردة الفعل ديالي، قالت كتصحابني بحال دوك البراش غادي يبدا يطلع عليها ولا شي حاجه. ما عاودتهاش معايا، مشات للصبوره وبدات الدرس ديالها بحال حتى شي حاجه ما وقعت. فعلا داكشي اللي كان، عماني ما قللت على الحياة ولا شديت فيها شي نهار ولا بغيت نطلع عليها زعما بحال دوك البراش. كنت كنحتارمها وخا كانت تقريبا كتبان قدي في العمر. المهم كملنا الحصة ديالنا داك النهار. من بعد كانت عندنا واحد الساعة أخرى ديال العربية. ملي خرجنا جات عندي واحد البنت، قالت لي السلام. السلام، قالت لي شنو سميتك؟ لا سميتي الياس. قالت لي سميتي لبنى. لا مشرفين، شحب الخاطر. بقات واقفة وكتشوف فيا وحشماتها، وقالت لي لا ما بغيت والو، بغيت غير نتعرف عليك صافي. ومشات في حالاتها. انا عارف النوع ديال هاد البنات هادو، فقط صاحب وداكشي. انا راسي عامر وما عنديش مع التخابيق، داكشي علاش ما عمرتش مع السوق. مع الوقت كنت كنحس بها ديما باغا تهضر معايا، حيت ملي كنجلسو في القسم وهي ما كتحيدش عيني عليا. ولكن كيف قلت لكم خوكم كاع ما عمر راسو بداكشي. جاي نكملت العام الاخرانيه في الباك ومشي نقلب على راسي، حيت من الاخر ما عندي ما ندير بشي علاقه مع شي بنت. الخلاصه ديالها في الاخر غادا توقع غا شي كارثه،
ولات عندي هاد الفكره هادي من نهار عرفت واحد القصه في العربيه عندنا. كانت واحد البنت الخاله عندي كتمشي كتسرح الغنم وكترجع للدار. انا كنت باقي صغير وكنت كتلعب معايا، كانت دايره ديك الساعه كبار مني، كانت ضريفه بزاف وسميتها امال. وهي مات البنت كانت ديما كتمشي تسرح وكتجي مع ديك الخمسه ديال العشيه، حتى لواحد النهار غبا الاثار ديالها في الوقيته اللي كنا حنا كندوزو العطله في داك الصيف. المهم قلبنا كاملين، كلشي كيقلب، حتى من ولاد الدوار كاملين كيقلبوا والو ما لقاوش. سالات العطله ورجعنا بحالاتنا. من بعد كنسمع الوالده كتهضر مع الوالد، قالت لي فلانه راه لقاوها، في القاوه لقاوها مقتوله جنب الواد. المهم الجندارم اللي ساقوا الخبر بداو كيديروا البحث ديالهم، بحثوا مع كاع داك الناس اللي كانوا كيرعاو تماك، حتى طاحوا في واحد الدري شتو سولوه بان لهم كيدخلوا كيخرج في الهضره. ملي حكاو معاه مزيان اعترف لهم بكلشي، قال لهم هذيك البنت كانت كتعجبني وما كانوا باقين صغار بزاف على الزواج. بقى كيدور عليها بجنابه حتى طيحها في الشبكه. المهم طاحوا في الغلط بجوج، بقاو على علاقه بحال هكاك لمده طويله. هي عندها خوت قباح وباها قبح منهم كاملين، كانت خايفه بزاف من خوتها اللي قتلوها، داكشي علاش بدات كتبزز على الدري باش يجي خطبها واستو داك الغلط اللي داو. الدري قال لها واخا ماشي مشكل، بقى كيتهرب منها في الاول في الثاني. من بعد طلعت لي فراس وقال لها شوفي غادي نجيك من الاخر، انت راكي طلعتي لي فراسي، انا ما عيني لا في زواج لا في والو، صافي قلبي عليا. حتى البلاصه اللي ولا كيسرح فيها هو ولا كيبعد عليها بزاف باش ما يتلاقاش معاها. هي مسكينه ولات كتخرج مع الخمسه ديال الصباح وكتبقى تقلب عليه في الاراضي اللي كيسرحوا فيهم، حتى كتلقاه وكدات بزز عليه. ملي شافت السيد منيس وما غادي يدير معاها والو جاتو من الاخر، قالت شوف انا عارف با غادي يقتلني غادي يقتلني، ولكن انت والله لا بقات فيك، انا غدا غادي نقولها لخوتي كاملين، انا ميته ميته، المهم غادي نديك معايا. وفعلا خوتات البنت كانوا قباح بزاف، كان واحد داخل خارج من الحبس، هذاك خوها كان غير العافه كدوي معاها يذبحهم بجوج، خصوصا هو. ملي شافها قالت لي بحال هكا تخلع وبدا كيعطب معاها، قال لها صافي 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 ما تقول لهم والو، انا غادي ندوي مع الوالدين ديالي باش اقرب وقت ان شاء الله نجيو نخطبوك. حتى هي كانت غادا طير بالفرحه. مهم نهار الاول الثاني الثالث قال لها صافي غادويش مع الوالده، راها وافقات، قال لها ان شاء الله عطيني شهر واحد وغادي نجي نخطبك. مهم بقات مع داك الشهر كتلاقى هي وياها وبقاو في الغلط ديالهم، حتى لواحد النهار قال لها شوفي نهار السبت ضروري غادي نجي ندوي معاك باش ندير معاك النهيره امتى غادي نجيو نخطبوك. فعلا خرجت داك النهار كيف العاده ودات مع الفطور باش تفطر هي وياه، تلاقاو وجلسو بداو كيفطرو بجوج. ملي سالا وقال لها بلاتي انا جاي، هز واحد العصا هو يضرب على راس ديريكت، طاحت مغيبه وبقى كيعاود فيها على راسه حتى قتلها. من بعد جرى لواحد الحفره هو يلوحها فيها كان ديجا موجوده، لا حالة طاب وهز داك الغنم ديالها كامله داهم لواحد البلاصه اللي بعيده على ديالو، ورجع للبلاصه ديالو بقى جالس بحال حتى شي حاجه ما وقعت. مهم الغنم ديالها في العشيه حنا كنا جالسين كنلعبو كيبانو لنا الغنم جايين، عرفت جايه ومشيت فرحان عندها حيت كانت عزيزة عليا. ملي كنقلب عليها ما كنلقاهاش، كنلقى الغنم جايه بوحدها. مشيت لعند والدها وقلت لها فين هي اسماء، قالت لي غتكون دابا جايه تكون كتهضر مع شي وحده حدا البيه ولا شي حاجه. مشيت قلبت عاوتاني ما لقيتهاش، رجعت عندهم قلتها لهم، كانوا في الاول ما مسوقينش، قالوا يمكن كدوي مع شي صاحبتها ولا شي حاجه. ولكن ملي طاحت الظلمه كلشي تخلى عليها، الدوار كامل خارج كيقلب وما لقاو حتى شي حاجه. هاد البنت كانت اثرت فيا بزاف حيت كنت عزيز عليها بزاف وحتى هي كانت عزيزة عليا. كنت باقي صغير كانت ديما كتشيلي داكشي اللي بغيته، راكم عارفين الصور، الا كان شي واحد كيتهلا فيك عمرك ما غادي تنساه. الوالد شافني جالس حدام وكنتسنى هاد القصه ديالو. من بعد جلسني الوالد وقال لي شتي شتي بغلط واحد شنو وقع، شوف اولدي نوصيك وصيه وحده، عمرك تفلع على شي بنت الناس، كيف ما كتبغي الخير لداركم بغيها لولاد الناس كاملين، شوف دابا الغلط ديال هاد البهوش شنو دار، تسبب ليها في الموت ديالها وهو ضيع حياته حتى هو في الحبس، عمرك تعدى على شي وحده كيف ما كانت. الحمد لله هادشي اللي خلاني نفكر بعقلي، وليت كنقول لهاد البنت هادي الا دويت معاها كاع شنو غادي نبغي منها، هي باقا صغيره وبنت دارهم، انا ما نقدرش نتفلى على شي وحده ويوقع لي نفس المشكل، داكشي علاش كنت خاوي راسي من هاد السوق وما كنعمرش مع هاد البنات كاملين. الحمد لله حياتي كانت زوينه بزاف، قبل غير لا صالون طايمه عمرني جربت شي بليه ولا شي حاجه، كنت واخا صغير كنت بعقلي، كنت كنفكر مزيان قبل ما ندير اي حاجه،
وهم داس الوقت. واحد نهار كنت جالس في الليسي الداخل صح طياضة وجالس بوحدي وكيف العادة القبية ديالي. الأستاذة اللي كانت كتقرينا لونجلي قلت لكم باقا صغيرة وكتبان زوينة بزاف، كان دايزا مسح طيادة ويبدأ يتبسل عليها واحد الباهوش. شكون هو الباهوش؟ هو داك الميكروب اللي قلت لكم في الأول جاب داك البي ام، شبعان عياقة وشبعان تكبر صراحة، كيلبس زوين وبين عليه لباس عليهم ولكن ماشي شال داك الدرجة. داس سمحنا الأستاذة ويلو حلا شي كلمة، الأستاذة ما فهمت والو، كان كيصحابها غير شي تلميذة. مشات لعندو قالت ليه جمع راسك داك الحمار انت ما كتحترم حتى شي واحد. قال لها شنو هو حمار؟ وهز يديه ويصافقها. الأستاذة ما فهمت والو، جاو عندو الدراري قالوا ليه اصاحبي الأستاذة هذيك، كان صاحبو غادي يحشم وغادي يعتذر منها. قال لهم تعاود لما وخا تكون مع تكون. ديك الساعة ما تسطرات لي نط لعندو قلت ليه احترم السيدة كتقرايك اصاحبي. هو يقول لي انت مالك شغلك؟ ما كدبش عليكم ما شعرتش بداك اللحظة حيت كنت عاد عليه من الاول ملي كنت جالس وشو كيفاش كيهضر معاها، واخا ما تكونش كاع الاستاذة مخصوص يتعامل معاها بحال هكاك. جمعت واحد كابال وبقيت كنعطيه في بوطيات الوجه حتى رجعت لي وجهو كامل دمايات، حتى لدرجة الاستاذة ديال لونجلي ولات كتشد فيا كتقول لي صافي خلي الزبل خلي دابا تقتلو. جا المدير والحارس العام كيتجاو وتلاحوا عليا، تما غادي بيا الادارة ويتبعني الاستاذة. قالت لهم داري ما دار والو داري غير كال عليا، قال احنا ما عندناش فوضى. هذه مؤسسة وكاينة فيها إدارة، الإدارة اللي كتحل المشكل ديال أي حاجة وقعت، ما عندناش حنايا هنا بحال الغابة. مهم المدير بقى كيتصور عليا كيف ما بغى، أنا طلع لي الدم وكاع ما تصوقت ليه، ضربت القب ديالي ويقول لي حيدو، وقفت وأنا نقول لي ما غاديش نحيد القب ديالي، غادي نبقى جالس بحال هكا. بغاو يدوزوني في اللجنة التأديبية، مهم من بعد قال لي جيب باك، قلت ليه مرحبا. مشيت لعند الوالد قلت ليه الوالد يلا معايا الليسي، قال لي علاش شنو وقع؟ عاودت لي كلشي بلي ديطاي، قال لي امشي معاك ولدي مرحبا. هادشي علاش كان عزيز عليا الوالد، الوالد كان كيتعامل معايا بحال صاحبو، اي حاجة دارتها كيوقف في صفي الا الا كنت غلط. ويمشي معايا الوالد ويبدا يهضر مع المدير، المدير كيغوت كيرفع الصوت ديالو، والوالد جالس وكيشبك في صباعو وعارف ان الوالد معصب بزاف. الوالد خلاه حتى سالا ويقول لي يا الياس نوض نوض خرج برا نوض بغيت نهضر مع المدير. لي مرحبا. خرجت لبرا ويقول لي رجع وراك الباب جرى. جريت الباب ما كاملاش 10 دقائق، المدير كندخل عنده كنلقاه ولا واحد اخر، قال لي صافي ولدي غسل القسم ديالك صافي راه ما كاين حتى شي مشكل الحمد لله راه تفهمت انا والوالد ديالك. انا ما فهمت والو، المدير في الاول كان كيدير طريقه مختلفه بزاف، كان معصب وكيغوت بقى لي غير يصافق الوالد. من بعد ما بقى راس فراس كلشي تبدل، شنو دار لي الوالد؟ المهم الوالد قال لي يلا صافي سير القسم ديالك، غمزني ومشى بحالاتو ما فهمت حتى شي حاجه. دخلت للقسم عاد مولات لونجلي مع شافتني قالت لي قالت لي اسمح لي بزاف جبد لك مشكل بسبابي. لا 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 ما تقوليش بحال هكاك، انا راه بحال خوك اي حاجه وقعت عيط عليا. يلا جلست وبديت الحصه ديالي، جا واحد داير قال لي تكلم المدير عاوتاني. مشيت عندو كنلقى داك الباهوش جاوب باه وشاد واحد الفاص ملاوي على نيفو، كان مهرس من نيفو. قال لي المدير عافاك ولدي عيط على الوالد ديالك يجي يتسامح معاهم، راه الناس باغيين يدفعوا بك شكايه. لي ماشي مشكل. عيط على الوالد قال لي صافي انا جاي في الطريق انا اصلا باقي قريب تماك. هو يدخل عندهم عاوتاني نفس البلان، قال المدير خليني مع بوتات السيد هذا، وبقى كيهضر معاه شحال. من بعد السيد خرج تنازل وقال ولدو صافي سير القسم ديالك، هذا راجل كنعرفو من زمان والله عما هذا ما عرفش الوالد اش كان كيدير معاهم. المهم داك الميكروب دخل سوق راسو ما بقى كيجبد لا مشاكل لا والو، ما بقاش كيتعدى على بنادم. اما انا فين ما كنخرج من داك الليسي كنلقى كلشي كيشوف فيا، حيت بسبب داك المضاربه اللي درت كان كلشي كيقول غادي تشطط نداصة، خصوصا انني مفرشخ واحد باه لاباس عليه وباين عنده بزاف ديال المعاف، ولكن اللي خطى عليه الوالد. المهم فطا حساسه بزاف في الوقيته ديال الباك، بقى لي والو الامتحانات كنت كنوجد كنت عارف راسي غادي نجيب الباك، غير المعدل كنت نقلب باش نجيب شي معدل اللي طالع بزاف. هنا غتوقع واحد الحاجه اللي غادي تبدل لي حياتي كامله. واحد النهار كان عندي غير نص نهار ديال الصباح، خرجت مع 12 مشيت تغديت، من بعد مشيت واحد القهوه، ما بغيت كاع نمشي للدار حيت كنعكز وما كنحفظ والو، بقيت جالس بداك القهوه كنحفظ حتى وصلت شي 4:30 ديال العشيه. جا عندي واحد الدري كنتلاقى معاه في الدرب ولكن ما عنديش معاه، قال لي خويا الياس
لكن شي حاجه وقع في داركم تي مالك كلابس؟ قال لي والله ما عرفت اخويا، ولكن طبعا تي واحد الشوقه قدام بابكم، من الاحسن كون غنتي مشيتي شتي شنو وقع. عرفتوا على خبر الخوت؟ اي واحد ما كيتمناش يسمع بحال هاد الخبر هادي، ما كتعرف شنو واقع. جبت التليفون عيطت لوالدة، التليفون كيصوني وما كيجاوب حتى شي واحد. كنعيط لوالد التليفون ديالو طافي. جمعت الادوات ديالي ومشيت كنجري للدار، غادي كنجري بالعقل. وصلت في الدب كنشوف الناس كيشوفوا فيا كلشي، بحال كلشي باغي يقول لي شي حاجه وحتى شي واحد ما قادر يقولها. تميت غادي كتبان لي الجوقه قدام الباب ديال الدار وزوج بارتنيرات ديال البوليس واقفين حتى هما. مشيت كنجري للدار، طلعت لبسني واحد البوليسي فين غادي في دارنا هادي، هو يخليني نطلعها. لقيت الوالده جالسه في الدوج وكتنتف في شعرها وكتندب في حناكها. مشيت عند الوالده، مالك مالك شنو واقع؟ عند قالتني مسكينه وبدات كتبكي وكتقول لي باك مشى، باك مشى ولدي. ما فهمت والو. الوالد الحمد لله صحيح ما كيعاني من حتى شي مرض، ما عنده حتى شي مشكل، وسبورتيف الوالد. الوالد هو اللي دخلني لطليصال وعمر لي راسي بلونطيمه وبالصاله. شنو وقع ليه؟ قوه الصدمه حتى دمعه ما طاحت ليا. بقيت غنصمر كنشوف فيها. جا عندي واحد كوميسي وعنقني قال لي ولي انت هو راجل جدار اللي يشوف بغيتك تمشي معايا. حنا قلنا باك ولكن باقي ما تاكدناش بلي هو. حنا شفنا غير الوثائق اللي عنده، بغيناك تمشي معنا لامور باش نشوفو واش هو ولا لا. بغينا نديو الوالده ديالك، ولكن انت كتشوف الوالده ديالك مسكينه ما غاداش تصبر. انت كتبان لي راجل وباقي شاد فراسك، يلا معانا. هزوني فواحد بارتنير وداوني لامور. هبطت في الدور ديال داك لاكاب، ركابي ما عنديش، قلبي كيضرب 90 ومخلوع بزاف. كان عندي امل وحيد انني نشوف الوالد ونقول لهم لا ماشي هو، الوثائق ديالو وقيلا عند السيد ولا مهم شي غلط واقع. ولكن للاسف ملي هبطت وحلو داك الفريق وخرجوا الوالد حيدو داك لي زابيض، ملي كنشوف الوجه ديال الوالد كنلقاه هو. وجهه كان صافي وما فيه حتى شي حاجه، ولكن ملي حيدت لي زال تحت كنلقى شي ثلاثه ديال النقطات في الصدر ديالو وفيهم الدم. شنو هادشي هذا؟ شنو وقع للوالد؟ قال لي واش باباك هذا؟ تي اهل الوالد شنو وقع ليه؟ قال لي شي واحد ضربو بالسلاح. تي شنو؟ سلاح؟ سلاح حنا كنشوفو غير في الافلام. ما فهمت والو. قال لي صافي ولدي صافي اجي معايا. عاودو غطاو الوالد ورجعو للفريكو وخرجت معاهم. حنا كنت غادي نجهل، غادي نجهل ملي عرفت الوالد انه مات مقتول، وماشي اي قتلة، بالسلاح. ويلي وصلنا السلاح كاع. البوليسي براسو ما فهم والو، قال لي حتى انا بحالي بحالك، ولكن كون هاني ان شاء الله غادي نشدو موالي الفعلة. رجعوني للدار لقيت الوالدة مسكينة حالتها. الناس ديال الدب كاملين تجمعوا ودفنا الوالد. دوزت واحد 3 ايام ديال العذاب، 3 ايام وانا سد عليا في بيته. بغيت غير دمعة واحدة طيح ليا ما طاحتش ليا بقوة الصدمة. حتى النهار الرابع، النهار الرابع استوعبت بلي الوالد مشى من حياتي، مبقاش. مبقيتش غادي نصبح الوالد ونفطر معاه ويدعي معايا كيف كل صباح. الوالد اللي كان السند ديالي وفيما كنلقى شي مصيبة كنلقاه بجنبي. بقيت شاد التصويرة ديال الوالد وكنبكي غير بوحدي. ما كتبش عليكم، عماني في حياتي حسيت بشي حقد لداخل بحال الحقد اللي حسيتو اليوم. وما كانتش نشد دوك الناس اللي قتلوا الوالد نغير اليوم واحد واحد. الله يجعلني ندوز حياتي كاملة في الحبس. المهم الله يرحمهم. شكون هما وعلاش داو في الوالدة الحالة ما عرفتش. بسبب هادشي اللي وقع الوالد فكيزي القايدة اللي مشى، بقيت حامل لا نقال لا والو، وليت حاقد على كلشي ومبقيت حامل نهضر مع حتى شي واحد. غسلت عليا في البيت وحتى لصال مبقيتش كنمشي ليه. داز تقريبا شي 15 يوم على الموت ديال الوالد. كنا تقريبا نهار نهار لا كنمشي انا والوالدة للخبر ديالو، كندعيو معاها وكنجيو في حالاتنا. واحد النهار سولت الوالدة، الوالدة واش الوالد عنده حساب مع شي واحد؟ يمكنش الوالدة هادشي يوقع وما يكون حتى شي سبب. قلت شنو غادي يكون وقع؟ قلت يكونوا غير شي شفارة هادو تاع الوالدة، هادو ماشي جنوية ولا ضربة في الراس، ها قطاسة ديال الوالدة. إلا كنتي عارفة شي حاجة غا قوليها ليا. الوالدة مسكينة كانت خايفة عليا بزاف، وكنت عارفة ما غتقولي حتى شي حاجة وخا تكون عارفة كاع. ولكن ما نكذبش عليكم، كنت حاسس بشي حاجة ماشي هي هاديك. خصوصا من بعد الموت ديال الوالد كنت ديما كنشوف الوالدة كتهضر في التليفون. ما كتشوفني كتهبط التليفون من ودنيها وكتبدا تقطع. كنقول لها الوالدة شكون؟ كتقول لي غير خالتك هادي. ولكن إلا كانت خالتي علاش غادي تقطع عليها بحال هكا؟ كنت نحس بالوالدة خازنة علي شي حاجة،
100% خايفة عليا. كدوز 3 ايام 4 ايام كنلقاها كتهضر. هاد النهار الله يسمح لي تخبيت وبقيت كنتسنط ليها وبديت كنسمع الوالدة كتقول ليها اسمع ما باقيش عيط ليا مازال، الله يجازيك بخير صافي عطينا ابتساع ما بغينا منك والو غا بعد منا. وانا نوض داك الساعة وقلت لها الوالدة شكون هذا؟ هاي التليفون هضر قطعات عاوتاني ملي كندخل لنا ما كنلقاها ما كايناش. الوالدة شكون هذا اللي كيعيط؟ قالت يا لا حتى واحد. الوالدة دوي معايا وقولي شكون هذا اللي كيعيط. قالت يا ودي ما كتبش عليك شي واحد كيعيط في النما ما عرفتوش شكون هو غادي ما يصدعني. شي علاش قلت لي مابقاش تصدعني وصافي وانما انت كتشوف حتى الا بغيت نديك لاي بيه ما طلعش النما ديالو. ما كتبش عليكم كرهت كلشي ما دوزت لا باك لا والو عيشت معايا الوالده ولكن تركيز ديالي ما كاينش كاع داكشي اللي كنت حافظو كنت نحس براسي مبلوكي عارف راسي ما غادي ندير والو. المهم قلت الوالده صافي هاد العام هذا مشى ليا حتى العام الجاي نوجد فيه على خاطري. واحد النهار كنت جالس وصلني ميساج التليفون واش باغي تنتقم لباك؟ جمعت الوقت وليت كنشوف التليفون ما فهمت والو. عيطت فداك النما كتصوني ما كيجاوبني حتى شي واحد بقيت كنعيط في هاد الليل كامل. من بعد صيفط ميساج وقلت ليها اه باغي نتقم الوالد عيط لي عافاك. قال لي الا بغيتي تنتقم لباك جيب الباك بعدا باقا عندك ستي دراكية انا عرفتك كاع ما دوزتي الباك دابا بغيتك تبيا ليا وتجيب الباك وانا معاك انا غادي نعاونك حتى توصل داكشي اللي باغي. بيني وبينكم ما فهمت والو في هاد الميساج هذا. كاين شي واحد زعما غادي يبغي لي الخير حتى للدرجة باش نجيب الباك ديالي باش نتاقم؟ فين هو المنطق في هادشي كامل؟ صيفط لي ميساج وقلت ليه تا شغلك فيا نجيب الباك ولا لا؟ انا كنقول لك باغي نتاقم وانت كتقول لي الباك. قال لي من بعد ما غتجيب الباك غادي نصيفط لك ميساج. قطع وما بقاش كيهضر معايا. عاود صيفط لي ميساج قلت ليه قولي غا شكون انت بعدا؟ والو ما كيجاوبنيش. صيفط لي شي 10 ميساجات والو ما كيجاوبش. نط في هذاك الليل بديت كنراجع للباك حيت كانت باقا الدورات الاستدراكية. الوالدة ما فهمت والو لقاتني باقي فايق الليل كامل كنحفظ والصباح فطرت ورجعت كنحفظ عاوتاني. ما قالت لي والو مسكينة وفرحات وقالت لي ولدي الله يسهل عليك مزيان ملي درتي بحال هكا وفرحتيني. بقيت كنحفظ الباك وكنوجد ليه بالليل وبالنهار. ديجا انا كنت حافظ وكنت عارف راسي غادي نجيب معدل مزيان غا الموال ديالي ما كانش. ملي رجعت مزيان ودوزت الباك جبته ب 13. النهار اللي غادي يتعلق ليا الباك وصلني ميساج التليفون ديالي مبروك عليك قريب ان شاء الله غادي نتلاقاو. وليت كنعيط ليه عاوتاني ما كيجاوبني حتى شي واحد كنصيفط ميساجات والو. داز النهار الاول الثاني الثالث انا باقي كنتسنى شي واحد يعيط ليا والو حتى شي واحد متواصل معايا. داز داك العطله كامله. واحد النهار بديت كنفكر شنو غادي ندير باش ندير لافاك ولا شي سونطار. المهم قلت نمشي نتقيد في لافاك. انا غادي مع 8 ديال الصباح حتى وقف عليا واحد السيد بواحد الطوموبيل كانت بحال الطرافيك كحله الجاج ديالها كامل في يمي. قال لي عافاك اودي نسولك. وقفت حتى الجاج ديالو قال لي فين جاج الجامع ديال الاندلس اللي كنعرفو بلاتي غنعات ليك. بديت كنعات ليه وينزل واحد خونا من اللور واحد خونا طويل وعامر ونزل واحد اخر من الجهه الاخرى غفلني ودا لي بحال شي حاجه في الفم ديالي وفي النيف ديالي مع شميته ما بقيتش عقلت على راسي. ما فقت تقريبا حتى درت شي 4 ديال السوايع. حليت عيني كنلقى راسي غير في الغابه متكي في واحد البلاصه ديال بحال شي كهف ما فهمت والو. اش كندير انا هنايا ما كنت مكتف ما والو. مع فقت تميت غادي كنطيح وكنوض كنلقى واحد راجل واقف واحد القنت وقال لي على سلامتك سيدي يلا فقتي. كان كيضحك وبين في تو تبارك الله على خير. ما كان حتى شي واحد من داك الرجال اللي قلت لكم هبطوا لعندي كنت انا وياه راس فراس. قال لي غادي تبغي تعرف لا جبتك هناياك. قلت لي شكون نتايا وشنو كندير انا هنايا؟ قال لي من بعد غادي تعرفني انا شكون ولكن الا جبتك غادي نقول لك دابا. انا اللي صيفط لك ميساج وقلت لك واش بغيتي تنتقم لباك. قبل ما تعرف شكون اللي قتل باك وتنتقم ليه خاصك تعرف القصه ديالو. بعدا جدك كاين في طاليان وخدام في واحد المافيا اللي كبيره بزاف وماشي غير خدام عادي وصافي عنده منصب كبير في داك المافيا. جدك حتى هو مشى حارك في الاول فاش خدم في داك المافيا كان ساكن غير بوحدو. من بعد ما تصوفو صوب الوريقات ديالو بغى يجيب معاه ولدو وماتو. ماتو قبل ما يجيبها كانت مرضات واحد المرضى خايبه وماتت. من بعد صيفط ولدو الفلوس وبغى يجيبو حارك مشى بوك لطنجة وتلاقى مع الحراك اللي مصيفطو ليه بوك. بقى معاه شي 7 ايام تقريبا غير في واحد الغابة وفي واحد البيت حتى لواحد النهار
فيقو مع 3 ديال الليل هزهم في لوكا وشتو الطيق ديالك لسباليون. باك دوز العدا في ذاك الليلة، كانت العاصفة وكان البرد، دوزو المعاناة ديال بصحة عدازو. ملي وصلو جيت سباليون، السيد اللي كان مكلف بك الفلوكة خلى الدراري كاملين نقضو وحبس باك اللي بلاتي انت، خلاه هو اللخا. من بعد ديما بك الفلوكة وبعدو عليهم كاملين وقالي شوف غتمشي نيشان. حدا كتفوت هاد الغابة هادي تلقى واحد ميرسيديس كتسنى فيك، قالي صافي كون هاني. فعلا نقص في داك البحر بقى كيدار حتى وصل له وفات داك الغابة. حدو فات تلقى واحد الطوموبيل كتسنى فيه، داكشي اللي قال لي هو اللي كان مع تلقاو ليها حيدو لي داك الحوايج اللي كانوا فازقين وعطاو حوايج جداد وقالوا لي صافي غير ارتاح دابا. تكاو ناس بلاصو داو ديك للطاليان. عاد وصل دخلوا لواحد البلاصه ديال بحال القصر، دخلوه تلقى مع باها وحب بيه. كانت هذه هي البدايه باش تلقى باك مع الوالد ديالو اللي هو جدك. جدك من بعد ما رحب بيه مزيان بدا سكنوا في واحد البلاصه اللي بعيده، ما بغاش يدخلوا مع هاد المافيا هادي حيت كان عارف العاقبه ديالها كيفاش دايره. ولكن الوالد ديالك عيام يقلب على الخدامي والو، شي واحد ما بغى يخدمو، خصوصا ان الوراق ما كانوش عنده. وداك الساعه المافيا كان خاصه بنادم بزاف واضطر انه يخدم معاهم. دوز معاهم العام الاول العام الثاني ولا غادي مزيان، الصاف بدا كيدخل وبدا كيدير العاقه ولا كيدخل البلاد داخل خارج. كان عاجبو الحال حيت الفلوس موجوده، كان كيجي كيكري طوموبيلات كيعيش الحياه. شي لا بغى يجيب معاه شي طوموبيل من الطاليان كان كيجيب شي حديده مفاقعه. مهم مع الوقت تعرف على واحد البنت، واحد البنت عجبته بزاف وكانت ملتزمه على هي رضاهم. مهم اللي دوا معاها عجبه وعجباتو تفاهموا على كل شيء، ولكن قبل ما يتكاتبوا وياها صراحه بكل شيء وقال لها بلي انا خدام مع المافيا حيت كانت غادا تعرف غادا تعرف. اللهم يصارحها من الاول. سيده ملي عرفت صدمات، قالت لي انا ما عنديش معاك كامل المشكل، انا بغيتك بالصح ولكن بغيت نعيش معاك في الحلال. الا كنتي مستعد تخلي هادشي كامل على قبلي انا مرحبا، ما عنديش كامل المشكل، جي المغرب ومدانا وياك من الاول. قال لها صافي على قبلك انا ندير المستحيل. رجع لطاليان ومشى عند الوالد ديالو وقال لي ما بغيتش مقفط المافيا هادي. قال لي باه وانا شنو غادي ندير لك؟ قال لي ما عندي ما ندير لك اولي. قال لي المافيا معروفه، الا دخلتي معاهم ما تخرجك من عندهم غير الموت. وكانت في اي وقيته نبغيو نمشيو في حالاتنا كوا انا مشيت شحال هذه البلاد، ولكن هادشي اللي عطى الله مع الغاب الصبر. بقى الوالد ديالك خدام مع داك المافيا وكيتواصل مع داك السيده اللي باغي يتزوج بها. ضرب معاهم 5 شهور وكان خدام وما عجبوش الحال، واخا الخدمه ديالو ما كانش فيها شي حاجه اللي خايبه، ما كانوا كيعطيو غبار يبيع، ما كان كيقتل ما كيدير والو، كان غير شي فور ديالهم. ولكن واخا هكاك ما بقاش باغي يبقى معاهم. المهم تلاقى مع واحد السيد، واحد السيد كيزور باسبورات كيزور داكشي كامل، وكان معاه هو وياها حيت هو كان مغربي. واحد النهار صاحو قال ليها ما كدبش عليك بغيت نخرج من هاد المافيا هادي، بغيت نبدا صفحه جديده، بغيت نتزوج وندير وليدات ونسعى ليا العالم هذا. قال لي ولكن دوماج هاد المكايب الا خرجت من عندهم ما غاديش يقيلوني. قال لي انا عندي لك الحل. قال لي بصح؟ قال لي والله غادي نعطيك حل اللي غادي ينفعك بزاف. قال لي وشحال من واحد داو وراه لحد الان عايش بخير. قال لي شنو هو هاد الحل؟ قال لي شوف غادي تدوي مع الوالد ديالك، غادي نغباك واحد 3 شهور في واحد باطما عمرك تخرج منه، انا غادي نجيب لك كاع داكشي اللي بغيتي وغادي نلونسيو في الاخبار بلي راك انت متي. كلشي غادي يسيق الاخبار، من بعد 4 شهور ولا 5 شهور تقريبا غادي تنسى كلشي وغادي نرجعوك للمغرب حارك. الفلوس ديالك غادي يصيفطهم معاك باك، وداك الساعة بدا حياتك جديدة. ها هي خاصك تفكر مزيان، ها الا خرجتي من هنايا عمرك غادي تعاود تفوت المغرب، حيت نهار غادي تفوت المغرب ولا غادي دير شي عملية اللي هي دولية غادي نسيقو لك الخبار. كاين مافيات كبار ماشي غير في هادو اللي كيبيعو الحشيش الصافي، كاينين في كلشي، في المطارات، في كوميساريات، كلشي مشاكين في هاد المافيا هادي، يعني ما غاديش تحاول تلعبها معاهم. انا عاوتاني كنقول لك فكر مزيان قبل ما دير شي حاجة. الوالد ديالك بلا ما يفكر قال ليها لا انا غادي نديها، ما بغيتش نبقى مع هادو، شتي نموت في بلادي ونموت في الحلال احسن ليا من نموت في الحرام هذا. فعلا داكشي اللي كان شا عند با وقال لي هاد الفكره هادي. با قال لي ماشي مشكل اللي بغيتي، با حتى هو كان زاعم، الديفو الوحيد اللي كان خارج عليها هو الادمان، كان مدمن على المخدرات والشراب ما كانش كيسها. المهم شمعة في الخط ديالو
وداو لواحد الباطنو وغبوه فيها. من بعد سيمانه ديال الاختفاء ديالو علنوا المافياس كاملين باللي فلان راه تقتل. دا الشهر الاول الثاني الثالث نحات لي من الخطه حتى شي واحد مابقى كيهضر عليه. داك صاحب وليد هو معاه الوالد ديالو شاف الناس اللي كيعرف الصباليون وخرجوا واحد النهار في الليل وتلاقى معاهم. داوه ديريك للصباليون وحركوه من الصباليون للمغرب. الناس جايه كتقاتل باش تدخل الصباليون وهو غادي راجع. الغريبه في هادشي كامل هو جدك ملي بغا يعطي لباك الفلوس ما بغاش، قال لي الفلوس كامله ما بغيتهاش، انا بغيت نعيش في الحلال، يعني غادي يمشي للبلاد وغادي يتقاتل ازيرو عاوتاني من جديد. جاب الله جدك كانت عنده واحد الدار كبيره، قال لي شوف غتمشي لداك الدار وغادي تبيعها وشي باباطما صغيره ودير بها شي بروجي مزيان. قال لي الوالد ديالك صافي شكرا بزاف، الوالد الله يهديك حتى انت، العمر غادي كيدوز وحنا غاديين وكنكبروا، ما كرهتكش انت ترجع معايا ومدو صفحه جديده. قال لي جدك والله ولدي ما كرهت ولكن هادشي اللي عطى الله. فعلا داكشي اللي كان، الوالد ديالك جاو تقاتل في الاول وتلاقى مع ديك من الناس اللي حتى هي تقاتلات معاه. ملي الزمان غلبو مشى كيقلب على الدار اللي خلى ليه باه، ملي لقاها راشيه وغادا طيح في اي وقت، ولكن اللي كان زوين فيها هو انها كانت في موقع زوين اللي عطاو فيه واحد الثمن خيالي. باك خدا داك الفلوس وشاف باطما زوينه اللي عايشين فيها نتوما دابا، ودا واحد بروج على قد الحال وبقى معيشكم بالحلال. داس الوقت تنسات القضيه. الوالد ديالك واخا هكا كان كيعيط لباه ديما في التليفون تخبيه، حتى شي واحد ما كان كيعرف جدك مع من كان كيهضر حيت باك كان بدل السميه ديالو. مهم داس الوقت حتى داك النهار اللي توفى فيه الوالد ديالك. قبل منه بثلاث ايام باك دار اكبر غلط اللي هو يتعامل بشي حاجه اللي دواليه واللي معروفه. باك خدم من واحد السيد ديال برا شرا منو شي حاجه وطلعت لهم السميه ديالو باللي هو اللي شراها، عرفوه باقي حي وما تشطاتش اليوم، كنا عارفين ما غاديش يخليه طونكيل. حسوا بالشمته وقالوا بلي هاد السيد هذا خدم معانا مده قليله، جمع الفلوس وهاب حالاته. فوق هادشي كامل قول ابنه دوا معاهم جدك باش يخليه طونكيل، وهو راه خدام معاهم واي حاجه بغاو غيديها معاهم، ولكن ما بغاوش، قالوا لي القانون ديال المافيا هو هذا. وباش ما يخليو جدك يهضر معاه ويقول لي حدا راسك غادي يقتلوك، شدوه حيدوا لي التليفون وحيدوا لي داكشي كامل وسدوا عليه فواحد الباطمه. كيعطيو الماكله الشراب ولكن التليفون ما وصلش ليه. ما كاملاش 4 ايام تقريبا، 4 ايام وصلتنا الخبار ديال الموت ديال باك. جدك هنايا كان غادي يتفاجع، حيت لقيت اللي حلوا عليه خرج عيط لباك لقى التليفون ديالو طافي. ملي عيط الام ديالك كان داك الساعه عند العزايه شبعات فيه مهيور. جدك من داك الوقيته جاك اكتئاب خيب، مبقاش كيفكر كاع، ولا عاطي غير البليه والشراب ما كيسحاش، كيبغي ينسى غير داكشي اللي وقع. والمشكله ملي كيشرب عاد كيزيد يتفكر، دوز العذاب ديال بصح. كان الضمير ديالو كيأنبو ليل ونهار و تيقول انا اللي خرجت على ولدي، انا اللي دخلت ولاد المصيبه هادي. مهم جدك طلع لي الدم وجلس معايا واحد النهار وقال لي باغي ننتقم منهم كاملين، عيش ما نوصي فيه و تنقول ليه جارك ما غاديش تقدر عليهم بوحدك. قال لي انا ما عنديش بهم الغارات كاملين، عندي الغارات بجوج ديال الناس، واحد سميتو جورج واحد سميتو غابرييل. دار عندي وقال لي شوف هاد جورج وغابرييل ما بغيتكش تنسى السميات ديالهم. وبدا كيكمل لي الاسطوار ديال جدي. قال لي واحد النهار دوه معايا عليك، قال لي عندي ولد ولدي وراني التصويره ديالك ملي كنتي باقي صغير، كان الوالد ديالك كيصيفط لي التصاور ما حدك انت غادي كتكبر هو كيصيفط ليه، وكان كيتمنى يشوفك، ولكن للاسف ما كتبش لي الله، حيت واحد النهار هز السلاح ومشى قصدهم كان باغي يقتل كلشي. يلا قتل الحارس الاول اللي كاين في الباب، ما عرف القطاسين بدا كيجيه وشتوه كامل. مهم انا هادشي كامل جيت ندير غير الوصيه ديالو، حيت داك السيد كان كثر من الوالد ديالي وعماني ما نسى الخير ديالو، هو اللي وقف معايا حتى صوبيت راسي وصوبيت خوتي كاملين. مهم الا كنتي باغي تنتقم انا معك، غادي نعاونك وغادي نحاول ندخلك عندهم بلا ما يعرفك حتى شي واحد، غادي تنتقم منهم بجوج وغتاخد الحق ديال باك وديال جدك. الا ما كنتيش باغي سير كمل حياتك عادي وبحال حتى شي حاجه ما وقعت. تي شنو هو؟ الا باغي. قال لي واش قاضى؟ تي كيفاش قاضى؟
واخا ما كنتش قاطع غادي نقضى، انا بغيت هذا اللي قتل لي الوالد ناخذ الحق ديالي وصافي. بقى كيشوف فيا وقال لي شوف ما تصرعش، انت دابا راك باقي صغير وعندك واحد الحماس اللي زايد شويه، انا غادي نخليك تمشي اليوم لداركم، فكر مزيان قبل ما دير شي حاجه، وملي تفكر وتقتنع جي لعندي، انت راك عارف البلاصه فين غادي تلقاني. يلا بغيت نقول لي انا مقتنع، حبسني وقال لي سير دير هادشي اللي قلت لك. جا الطوموبيل وهزاتني ورجعوني حتى لواحد الدار اللي كان قريب لدابنا، حطوني تماكم شوف حالاتهم. مشيت للدار لقيت الوالده غادا تجهل عليا، قالت فينك؟ قال الوالد انا ماشي باقي داير صغير، راني كبرت ما عندك علاش تخافي عليا. قالت شوف اولدي واخا دير 60 عام غادا نبقى نخاف عليك حتى نموت. قالت الوالده بغيت نهضر معاك. قالت يدوي يلا بغيت نسول علاش خبيتي لي الوالد كان خدام مع شي مافيا قبل، وانا سكت. تفكرت هضره ديال السيد قال لي خليها بيناتنا، وتفكرت الوالده مسكينه الا قلت لها بحال هكا غادي غنبسطها وتولي تخاف عليا كثر من الاول. بقات كتشوف فيا وقالت لي راني كنتسناك دوي قول شنو عندك. قال لا صافي صافي والو الوالده. دخلت البيت ديالي وبقيت كنفكر، اصلا داكشي اللي قال لي كامل انا مقتنع به، غير بغى يزيدني تنهار وصافي. قلت ليه مع 8 ديال الصباح مشيت لعندو داك البلاصه، كنت عارف هذيك الغابه ما كيوصل لها حتى شي واحد. حد قربت حدابتي واحد الطوموبيل كحله واقفه، عرفتو كاين تماك. ملي وصلت تصدمت ملي شفت خونا كيفاش داير، كان معلق فواحد الشجره وكيتيني واحد لونطيمه اللي قاصحه بزاف، ماشي اي واحد يقدر يتينيها الا الا كنتي شبعان اللونطيمه. ما شافني نقص من داك العلو ديال داك الشجره وقف عندي قال لي هامضة صافي فكرتي مزيان تيرا الباح فكرت. قال لي سيدي ما كاين بس، قال لي خاصك تعرف بلا تقدر تموت وما ترجعش لعند الوالده ديالك، عاود تفكر مزيان. تي صافي فكرت صاحبي، انا ما غاديش نخلي الحق ديال الوالد ديالي. جلست انا وياه لداخل صوب لي واحد القهوه بقيت كنفطر انا وياه، من بعد جبد لي جوج ديال التصاور، صوره فيها جدي وتصوره فيها الوالد. سبحان الله جدي كانت الفوتوكوبي ديالو كنشبه ليه بزاف كثر ما كنشبه للوالد. ملي كملنا الفطور بجوج قال لي سميتي محمد غادي نشرح ليك شنو غادي يوقع الا وافقتي. الا وافقتي ان الاول غادي نسبقك للسباليون، غادي نتسناك تماك وانت غادي تلحق عليا حاك، يعني غادي تركب فلوكه، غاداك الفلوكه شوف واش غادي توصل ولا ما غاداش توصل. كتعرف تعوم بعدا؟ قلت لي كنعرف نعوم. قال لي انا عندي الفلوس وبامكان ديالي نصوب لك الوقعه ديالك ولا ندبر لك في كونطاون ديك، ولكن انا ما بغيتش نديك قانوني، ما بغيت حتى شي واحد يعرف سميتك وكنيتك الحقيقيين، خصوصا انت باقي ما مصوبش لاكارت ياك. الا باقي هاد العام غادي نصوبه. قال لي صافي مزيان امضى واش ما خايفش؟ قلت لي مناش غادي نخاف. قال لي واش ما كتفرجش في الاخبار؟ ما كتشوفش الناس اللي كيموتوا يوميا في قوارب الموت؟ قلت لي كنشوفهم ولكن ما خايف من والو، كنخاف من الله سبحانه وتعالى. صافي انا باغي ناخذ الحق ديال الوالد ديالي وغادي نمشي واخا ما شنو تقول لي، يعني بلا ما تبقى تخلع فيا. ما تنخافش. قال لي صافي اللي بغيتي. قال لي المهم غادي نعطيك سيمانه ان شاء الله غادي توجد في راسك، قول الوالده ديالك شي حاجه باش ما تبقاش خايفه عليك، ومن بعد ملي تكون موجود عيط لي فهاد النمره غادي نجي نهزك من حدا الباب ديال الدار. في صافي كون هاني. ملي بغيت نمشي قال لي صباح بلاتي، مشى حل الماله ديال الطوموبيل ديالو وجاب لي واحد الساشيه كانت فيها رز ما بين فيها الفلوس. قال لي شوف هنا كاينه 5 ديال المليون، عطا الوالده ديالك ديباني بها بين ما رجعتي لعندها. شديت من عندو الساشيه وقلبت لقيت فيها الفلوس. هاد الفلوس ديالاش؟ قال لي هادو ديالك. قلت ليه حلال ولا حرام؟ بقى كيشوف فيا وكيبتسم. قال لي سبحان الله الحي العظيم طلعتي لباك في هادي ماشي لجدك. قال لي هاد الفلوس ماشي حلال ولكن ها حقك ديال جدك، قلت ليه ما كانوش حلال ما عندي با ندير بهم، والحمد لله حنا عشنا في الحلال وعندنا الخير ديالنا باش عايشين، الوالد ما خلاناش بلاش. قال لي العجب اول واحد كنتلاقى معاها واش يقول على الفلوس؟ لا ديال الفلوس ماشي هي كلشي، مهم هو يكون ربي راضي عليك وصافي. رجعت للدار وبديت كنهضر مع الوالده. قال الوالده ما بغيتش ندير لافاك وانا دفعت واحد الناصه وعيطات ليا، ولكن خساره الوالده بعيده على المدينه هذه وانا ما بغيتش نخليك بوحدك. قلت يا وفين كاينه الناصه هذه؟ قلت خارج المدينه. قلت لها هي زوينه بزاف، إلا كملت فيها وخديت ديبلوم غادي نخدم واحد الصالير اللي مزيان، الله يسمح لي بقيت نكذب على الوالده حتى شي يقادني. بغيت يشوف ولدي ما عنديش قام للمشكل، إلا بغيتي تمشي تقافاسي الله يسهل عليك انا نعاونك. لا هو ولدي دوي معايا يوميا في التليفون
ما بقاش مشطون عليك. الوالد واش بصح ما تخلقي ما والو؟ قلت لا ولدي، علاش غادي نتقلق؟ مصلحتك هي الاولى، وبالعكس انا بغيت تكمل القرايه ديالك ونشوفك في اعلى المناصب. الوالد الله يخليك ليا. مهم بديت كنمهد ليها، قعدت تقريبا شي 4 ايام ولا 5 ايام وانا كندخل وكنخرج غادي بالورق جايب الورق، هادشي كامل باش الوالده ما تشكش فيا. كلشي تقلق الا الوالده ديالي. من بعد ما كملت سيمانه عيطت لفلان قلت لي صافي انا موجود. جمعت الصاك ديالي مسكينه والوالده ما خلات ما صوبات ليا، مسمن الحلوى ما خلات ما دارت على قبلي، وملي ساليت عطاتني 5000 درهم باش ما نعيقش. خديت من عند داك 5000 درهم وعاودت خزنت عاوتاني في البلاكار ديالها وخرجت من الدار. ما خرجتش لقيت سيد كيتسنى في الطوموبيل، هزني وتحركنا ديك لطنجة. ملي وصلنا لطنجة تلاقينا مع واحد راجل شاف بقى كيشوف فيا محمد اللي كان غادي معايا، وقال لي سبحان الله بحال الايام كتعاود عاوتاني. باك حتى هو داز من هاد المراحل هادو، وهاد الراجل هذا اللي كتشوف فيه هو اللي كان حرك باك، راه سلي معاه وما تخاف والو. بقى كيهضر معاه شحال وقال لي شوف غادي تبقى معاه هنا ما بين 7 ايام حتى 8 ايام، انا غدا ان شاء الله عندي طيارة غادي نسبقك تماك، ونهار اللي غتكون الضربة موجودة غادي تجي لعندي غتلقاني كنتسناك، مهم انت ما تخاف والو. فعلا مشى هو وبقيت انا عايش مع داك الراجل. كان داك الراجل الله يعمر هذا عايش هو واحد البنت عنده ومرتو. قال لي شوف كاع الناس اللي كنديهم كنديهم لواحد البيت مهجور قريب للبحر، ولكن انت غادي نعتبرك بحال ولدي وغندخلك لداري. كان عاطيني واحد البيت مسكين كنبات فيه كناكل وكنشرب عنده. كنت داك الساعة كل نهار كنعيط للوالدة وتنقول لها شوفي ما تخافي عليا والو، انا لقيت لك وقت انا لقيت لك وتقيت في المدرسة وما خاصني حتى شي حاجة. كاع ما تهزي لي الهم الوالدة، وقلت لها شوفي الوالدة بعض المرات ما غاديش نعيط لك شي نهار بلا ما تقلقي ولا شي حاجة، يقدر يكون الصولد ما عنديش ولا شي حاجة، مهم تقلقي مني ما والو. حيت كنت عارف الليلة اللي غادي نشدو فيها الطريق غادي نطفي التليفون، وفعلا داكشي اللي كان. من بعد 4 ايام تقريبا جا عندي الشيباني مع 4 ديال الصباح فيقني، لبست الحوايج ديالي وشديت معاهم الطريق. هبطنا للرملة كانت واحد الفلوكة فيها تقريبا شي 40 واحد، طلعنا ليها وقال لي انت اجي اجلس هنايا دوا مع داك السيد اللي كان صايق، وقال لي صافي يكون هاني. مهم شدينا الطريق. كدبش عليكم الخوت، كنت في الاول زاعم دافع الجبا وكنقول لهم غادي نمشي معاك فين، ولكن حنا شدينا الطريق بالليل الظلام ما كيبان والو، ما عرفتش تخونا هذا كيفاش غادي يدير شي سوق فضل ما هادي. ما حتنا غادي كنبعدو وانا الداخل ديالي كيقول لي ارجع فالك فين غادي نصوت الوالدين، وشي اخرى كتقول لي انتقم لبواك ما ترجعش. شفت الرعب في العينين ديال الناس اللي كانوا معايا. تخيل معايا بنادم حاط راسو كي اللي عاطي 3.5 كي اللي عاطي 4 كي اللي عاطي 2 بالطليب. غير فتنا شويه البحر كان باقي شويه ديال الضو كيبان، بنادم بالك كيتلاح بدا كيبكي وتيقول ليه لا غنرجع في هالي. تلاحوا شي 13 واحد، بقينا حنا 27 في الفلوكه و13 كتبان لك راجع كتدلع وكيبكيو بالخوف. ولكن ما كتبش عليكم كان داك المنظر كيخلع بزاف. بقاو في داك الفلوكه غير الناس اللي القلب ديالهم ميته. دخلنا للداخل وبقينا عارفين راسنا فين غاديين. كان السيد اللي صايق بينا هو اللي حاف الطريق مزيان وعنده واحد البوصله خدام بها. المهم بقينا غاديين شويه الفلوكه بدات كتلعب بينا. صافي بينا كنقول الموت هادي، كانوا شي مواج كبار ها ما نكتبش عليكم بالخوت، احساس ما قدرش نوصفو ليكم. الدراري كي اللي داخل بدا كيرد، كي اللي كيتاعد كامل بالخلعه وكيقرا في القران، كي اللي كيقول الله اكبر، صافي الموت هادي. اما واحد ثلاثه داروا عند السيد اللي صايق وقالوا ليه خويا غادنا في حالنا ما بقيناش باغيين نمشيو. ناضوا وحدين اخرين وقالوا ليهم والله لا رجعنا بالله، كاين يا اما الموت ولا نوصلوا. ناض تاوينا تماك دوا معاهم داك السيد وقال لهم شوفوا ما غادي نرجعوا ما والو، غير صبروا انا حافظ البحر مزيان دابا غتبعد القضيه. واخا قال لهم بحال هكا بقات داك الخلعه شاده في بنادم كلشي كيتاعد، ومنهم حتى انا كنت مخلوع صراحه ما كتبش عليكم، باقي صغير غادي نموت باقي ما شفت ما تشوفش. ولكن الحمد لله بقينا كنقراو في القران حتى شدنا الدنيا. بحاول ولا عادي عاوتاني ما بقاوش داك الموج كبار كيلعبوا بينا. كملنا الطريق ديالنا شويه بدا كيطلع النهار، كلشي بقى فايق الليل كامل حتى شي واحد منعس. كيفاش غادي دير حتى تنعس والموت ديال الخلعه فيك؟ ملي طلع النهار شويه بعدا بدا بنادم كيرتاح، خصوصا ملي كيبان لك البحر هادي.
من بعد ما فرحنا كاملين وكل شيء بدا كيقول الحمد لله، طيار منا خلعه واحد السيد كان متكي على العود وعينيه مقلوبين. جا واحد كيفيق فيه تيقول ليها بسم الله عليك الحاج، نوض نوض صاحبي، نوض شم شويه ديال الهواء الحمد لله طلع النهار. السيد والو ما كيتحركش. ملي جينا كنقلبوه لقينا السيد ميت. داكشي اللي داز عليه في الليل طيار منو خلعه ومات، هو ديجا كان مريض مرض القلب وزاد داكشي كمل عليه. كيف قلت لكم مع الناس ارتاحوا وبدوا كيحمدوا الله، مع هاد السيدة دا زاد كفي مرعب ديال بصح. ومنهم حتى انا كانت صعيبة بزاف تشوف شي واحد يلا كان كيضحك معاك البارح في الليل يموت حداك. المهم بقينا كنقولوا شنو غادي نديرو دابا. السيد اللي كان صايق بين الفلوكة جا قلبو، ملي تأكد ملي السيد مات شدو لاحو في البحر وكمل الطريق. داري في الاول ما بغاوش يخليه وقال لهم غادي تخرجوا عليا، شنو غادي ندير بيه انا؟ الا تشديت غادي نتضرب 30 عام قسما بالله وطلعوا لي الدم حتى نرجع في حالاتي. مهم كمل بين الطريق حتى وصلنا لصبليون. وقف واحد البلاصه اللي خاويه وما فيهاش البوليس ديال صبليون، بداو كينزلوا الناس كيصوطيو. من بعد قال لي خليك انت معايا. تنزلوا كاملين ديما ويعلق مع تمين احنا هربانين. جات الدوريه ديال صبليون وقفات على داك الحركه كاملين. بقينا هربانين حتى وصلنا لواحد البلاصه قال لي شوف ما نقول لك تلاح تلاح، حدك غادي تخرج ديريكت غتلقى طوموبيل كتسنى فيك تماك في صافي يكون هاني. بقينا هربانين بداك الفلوكه واحد مده طويله، خلاهم حتى قربوا ليه هو يقول يلا صوتي دابا. تلاحيت وعلق ليهم هو. مع تلاحيت بقيت مغطوس تحت الماء واحد مده طويله باش ما يشوفني حتى شي واحد. من بعد كملت التداعي وكنشوف ورايا، الحمد لله ما شافونيش وتبعوه هو. حدي خرجت لقيت واحد الغابه قدامي، بقيت غير غادي كنجري وصافي بالعقل. مهم من بعد كتب لي واحد الطوموبيل واقفه، مشيت لعندها لقيتهم هما نيت اللي كيتسناو فيا. ما شافوني ما دواو معايا ما والو، عطاوني حوايج اللي كانوا ناشفين هزوني في الطوموبيل وداوني. مع وصلنا للمدينه حطوني في واحد البلاصه ما كملاش جوج دقائق وقفت علي طوموبيل اخرى كنلقى فيها محمد. قال لي برافو عليك، الخطوه الاولى راك دزتيها ومع ديما نسالك، ماكش كنتوقع غادي تكمل وكنت نقول غادي تلاح وغترجع في حالاتك. ساعة برافو. مع كبت معاها قال لي صافي ارتاح دابا. تكيت اللور نعست حيت كنت كا وعيان بزاف. ما قلت على راسي تلقيت راسي في طاليان. اداني لواحد فيما قال لي هنا غادي تخدم في الفايس، غدوز هنا واحد 15 يوم ومن بعد غادي نجي نديك وغادي نقولك شنو غادي دير من بعد. لي صافي ماشي مشكل. فعلا داكشي اللي كان، مشيت خدمت في داك البلاصة لقيت دراري مغاربة بزاف، بقيت نخدم معاهم كنقصي معاهم ندوز معاهم ليامات. كنت كل نهار كنعيط للوالدة باش ما تخلع عليا ما والو. دازت شي سيمانة تقريبا جا واحد السيد كيسول عليا تماك، هزني في الطوموبيل وداني معاه. ما كنت عارف راسي فين غادي، حتى دخلني لواحد الهونكار كان كبير بزاف ما عرفتش فيه ما مقازا ما عرفتش شنو هو داك العجب. دخلنا هبطني تماك ديما ومشي في حالاتو. من بعد كنلقى محمد كيتسنى فيا تم. قال لي شوف ابتداء من اليوم انت ما كتعرفني ما كنعرفك، بحال يلا تلاقيت معاك وبغيت نخدمك معايا في المافيا. اللي سولك قولي يلا جيت حارك من المغرب وياك تعطيهم السميه والكنيه ديالك صحاح، عطيهم داكشي غلط. ولي ما انا تلاقيت معاك وقلت لك يلا تخدم معايا اللي صافي يكون هاني. قال لي ابتداء من اليوم غادي تبقى معايا هنايا، غادي تاكل هنا، غادي تريني هنايا، حتى نحسبك وليتي قاد داك الساعات غادي ندخلك للمافيا. قال لي واش مستعد؟ قلت لي انا معاك. بدا كيتعيني بيا بحال غادي نحضر شي كومبو. دوز عليا العذاب شهر ديال اللونطيمة، داكشي اللي كنتينيه وليت كنتينيه مدوبل. اللي نفعني بزاف هي ديك اللونطيمة اللي كنت كنتينيه في الدابة عندنا، الحمد لله لقاني بعدا مكاطي شوية. ملي كملنا داك اللونطيمة مزيان بدا كيعلمني السلاح. من بعد ما تينا بيا مزيان وعرفني مسوفلي بدا كيعلمني كيفاش نشد السلاح. كانت أول مرة في حياتي غادي نشد شي فادي في يديا. بديت كنتعيني فيه النهار الأول الثاني الثالث وليت حافظ القوالب ديالو كامل. الحمد لله راسي كان خفيف وكنتعلم دغيا. واخا تعينيت مزيان في ظرف شهر ونص وتعلمت كيفاش نشد السلاح، واخا تعينيت مزيان في ظرف شهر ونص وتعلمت كيفاش نشد السلاح بواحد الطريقة احترافية، مع ذلك ما خلانيش، بقى شادني معاه 3 شهور حتى كملت شهر رابع. 4 شهور وأنا كنتعيني حتى السلاح ولا عندي زبدة. وليت الفادي إلا بغيت نجبدو ما كاملاش جوج ديال التواني ثلاثة كلقاني شاد الفادي في يدي وحاطو لك فوجك. من بعد جا عندي محمد وقال لي يلاه معايا، هزني في الطوموبيل ديالو
وداني لواحد البلاصه، واحد البلاصه تقريبا بحال هذه اللي كنت فيها. هاد البلاصه اللي غتمشي لها كانت عامه، كانت عامه بسلاح بنادم، والاغلبيه عندهم واحد الماطه كبار وشبعانين وشام. كان هذا هو المقهى ديال المافيا، كانوا هاد القوا اللي كاينين كلشي واشم وشبعانين شراب وكل مخديات بين حالتهم حاله. انا الوحيد اللي كان بان نقي فيهم كاملين. مهم قيت مريح في واحد البلايصه وجا عندي واحد خينا بدا كيهضر معايا بالسبليونيه وخوكم ما كيفهم والو، بقيت غير كنشوف فيه. جا عنده محمد وقال ليها باقي ما كيعرفش يهضر، باقي الله جا ما تقال شي حاجه، وحسيت بيه بحال كيضحك عليا. محمد قال لي بالدارجه هات ميكرو باغي كيضحك عليك. نوضت الله فيه، نوضت عنده ما عاودتش معاها، جمعته بكبار وخا كان يضربني بجوج. السيد ما فهم والو، ما تساطاتش لي قدام الدريه ديالو ناض فشخ واحد الخاوي وتمشي قاصدني. محمد رجع للور بعيديه وبقى كيتفرج فيا، بعدت منو بيضا بني بعدت عليه، جات فيا واحد جراحة خفيفة معطل عليا الدم مع شديد داك اليد اللي كان شاد فيها الدجاجة. ضربتو الركبة اليمنية هو طيح على كابيه، مع طاح ضربتو بركبة عاوتاني للنيفة هو يتنشف الأرض كله دمايات. هادشي كامل محمد داو بالعاني، خونا معياني ما والو. محمد كان عنده معاه حساب، وفي نفس الوقت بيضا بعصفورين بحجر واحد، خلاني فشختو قدام كلشي بشي ولي واحترموني. وفي نفس الوقت جورج اللي هو الشيف ديال داك المنطقة يشوفني كيفاش خليت ضابو، وفعلا نجحت لي الخطة ديالو حيت كان داير كاميرات حتى كيبان ليها هبط عندنا. هبط عندنا وبقى كيشوف فيا، طلع محمد وقال لي شكون هذا. بدا كيهضر مع الطاليانية وقال ليها السيدة باقي الله جا باقي ما عرفش اللغة مزيان. هاد المافيا كانت مخلطة فيها سبليونيين وطاليانيين. من بعد قال لي قالك شنو سميتك؟ طلعت عنده وقلبت لي السمية وقلت ليها سميتي طارق. قال لي شحال عنده من عام؟ قلت لي عندي 16 عام. جورج بقى كيشوف فيا ومن عينيه باين عجبته، وقال لي شوف الدري هذا مزيان، ولاد الحرام عزيز عليهم يخدموا دراري صغار باش يبداو يتحكموا فيهم كيف بغاو. بقيت كنشوف هذاك جورج وانا عيني شبعاني انحقت. قال لي محمد هذا هو اللي قتل لك جدك. كنت حاقد عليه بزاف، ولكن ماشي بحال جابرييل. جابرييل هو اللي كان محمل المسؤوليه ديال الوالد، هو اللي صفى عليه، هذاك هو اللي غادي نتلدد باش غادي نبغي نغيث ليه. من بعد محمد دار عنده قال ليها حمضة صافي خدم معانا. قال لي هذا ماشي سؤال، حاجه باينه هادي. قال لي محمد صافي خليه على حسابي، انا غادي نوري الخدمه كيفاش دايره معانا. دوك المكارب اللي كانوا خدامين في داك المافيا كيف قلت لكم كانوا مخلطين، كاينين عرب وسبليون وطاليان، كل واحد اللغه ديالو، ولكن شي ما كان كيحمل شي. محمد دني الطوموبيل ديالو وداني لواحد الباطمه، قال لي انت غادي تعيش معايا، قال لي حتى تقضي الغرض ديالك. قال لي شوف، قال لي جورج حلو سهل ولكن ما تزابش ما دير والو، هاد جورج هذا يلقى حتى تاخ فيك مزيان هو غادي يديك حتى عند جابرييل. جابرييل هو اللي صعيب بزاف باش كنشوفوه، وهذاك هو اللي ميكروب كثر من جورج. كي صافي يكون هاني داكشي اللي قلتي لي دير هو اللي غادي ندير، ولكن اسمح لي يا محمد هادشي اللي كدير فيه انت ما جانيش منطقي. كيفاش انت مشيتي شتيني من المغرب باش ننتقم من هاد الجوج هادو؟ زعما هادشي كامل غير حيت جدي عزيز عليك ولا كاينه شي حاجه اخرى؟ قصرت شحال وقال لي اول حاجه جدك الله يرحمه هذا وصاني باش ننفذ الوصيه ديالو، وانا ما كنتش غادي نرفض ليه. قال لي كمل حاسبك خازن شي حاجه اخرى. قال لي ثاني حاجه المكارب قتلوا لي ماتي ولي يا؟ قال لي جورج وكابرييل قتلوا لي ماتي وولدي. قلت لي كيفاش هاد الجوج هادو قتلوا لك ماتك وولدك وانت باقي خدام معاهم بحال ما وقع حتى شي حاجه؟ واش ما عندكش النفس؟ قال لي لا ماشي ما عنديش النفس، ولكن عندي ناس خويا اللي خايف عليهم، عندي ما وعندي جوج ديال الوليدات خويين وخايف لي يقتلوهم لي حتى هما. قبل ما نجي لطاليان كنت مزوج بواحد البنت وعندي معاه وليد، وملي جيت لطاليان تزوجت بواحد اخرى وعندي معاه جوج ديال الوليدات. الحمد لله انا ما درت حتى شي حاجه حرام، زوجهم موافقين وكان كلشي غادي هو هذاك، كل وحده مسكنه في دارها بوحدها. جبت معايا المال اللي كانت في المغرب ودبرت لها سكينه هنايا وسكنت حدايا. الحمد لله الفلوس موجوده وما مخصصهم حتى شي حاجه، اللي بغا هو كنحضرها ليهم. دازت الوقت واحد النهار تناقشت مع المكايب وكنت باغي نحبس معاهم، فعلا صافي طلع لي الدم
وبغيت نتوب حتى انا وندخل سوق راسي، ولكن هاد المكاريب ما خلاونيش. بقاو كيهدوا فيا باللي غادي يقيسوا لي ماتي ولدي الا مشيت من عندهم. جورج وغابرييل قالوا لي احنا ما لينا والو في هادشي، راه المافيا كبيره هي اللي كتدخل في هادشي كامل، رد بالك. مع ذلك ما تسوقت لهم وخرجت من عندهم. ما كملش يومين انا جالس كنتفرج في الاخبار، حتى كنشوف داري كتمان في التلفازه، ما فهمت والو. كنعيط لما ديالي ما كتجاوبش، مشيت كنجري كنلقى ماتي ولدي ميتين. مشيت عند جورج وغابرييل، بقاو كيحلفوا لي وتيقول لي بلي حنا مالينا والو، انت اللي بغيتي تخرج من المافيا، انت راك عارف المافيا كيفاش دايره. المافيا اللي جات دارت هادشي هادا جات من المكسيك، حنا مالينا حتى شي دخل في هادشي كامل. ولكن من بعد عرفت ان هادشي كامل غير كذوب، ان غابرييل هو صاحب الفكره وجورج هو اللي طبق. وهادشي اللي داروه ماشي داروه على قبلي انا، داروه باش يضربوا بين ناس خوين خدامين معاهم. سبب هادشي اللي وقع ليا كاع الخدام اللي كانوا ولاو منضابطين، وتا شي واحد مبقى قادر يقول لي ما غنمشي فحالي. كلشي ولا خدام وحاد راسو، واللي قالوا ليه ديرها كيديرها. طلع عندي محمد وقال لي كان بامكان ديالي ندير شي لقطه غادي نقتل جورج، ولكن غابرييل ما غاديش نوصل ليه. انا ما غاديش ندير الغلط اللي دار جدك، الا كنت غادي نموت غادي نموت وغادي نديهم معايا كاملين، باش نموت وندي واحد ونخلي لاخويا يتمتع. ملي جدك هضر لي عليك دخلت للبلاد وبقيت كنقلب عليك وشفتك، عرفت الكاريزما ديالك كيفاش داير، وعرفتك انت اللي غادي تنفعني وغادي تنفع حتى راسك باش تنتقم لوالديك. قال لي شوف انا بالعاني قلت لهم بلي انت عندك 16 عام باش ما دير حتى شي حاجه اللي خايبه بزاف، ولا يعطوك شي مهمه اللي قاصها ديال القتيله ولا شي حاجه، مهم غالبا غادي غتسوق بنادم. بقيت كنهضر انا وياه شويه، صون التليفون ديالو ويقول لي صافي كون هاني. قال لي شوف غادي تهز الطوموبيل وغادي دي معك واحد البنت، غادي ديها لواحد البواط هي كتدخل داخل كتبيع تماك، ملي غادي تسالي غتعاود تجيبها عاوتاني. شوف انت حط وسير الشقة هو ريح فيها تتصوني عليك عاد جهزها عاوتاني، تي صافي كون هاني. فعلا داكشي اللي كان، هزيت واحد القاوية وحطيتها في واحد البواط هي اللي بقات كتنعت ليا في الطريق. من بعد ما حطيتها مشيت لواحد البلاصة بعيدة تكيت كوساني الطوموبيل ونعست بيه. وصلت شي ثلاثة ديال الليل وهي تصوني عليا، طب دوميتو رجعت وقفت قدام الباب. مع بغات طلع الطوموبيل جا واحد الميكروب ويجرى من شعره، معرفتش اش كيخابق على الطاليانية، ولكن الحاجة الوحيدة اللي شفت هي أن السيد دابا غير فاشخة. هبطت لعندو ودفعتو، مع دفعتو السيد كان دايخ شوية طاح في الأرض. حليت الباب طلعت هي وسديت الباب، هو يجي واحد خونا آخر زعما بحال زعما علاش حكرتي عليه. قبل ما يوصل عندي هزيت رجلي حطيت عليه في العنق ديالو، حنا وبقى كيكحب غير بوحدو. طلعت ديما الطوموبيل وزدت في حالاتي، ختنا في الله ما فهمت والو. بقات غادا كتهضر معايا وكانت فرحانه، شنو كتقول الله اعلم. خوكم غا كيشوف فيها وكنبتسم ليها وصافي. مع دخلات بقات كتغوت وكتعاود يوم على داكشي اللي وقع، وانا براسي ما فهمت حتى شي وزام داكشي اللي كتقول. كانوا بزاف ديال البنات خدامين في هاد المافيا، كانوا كيستعملوهم كثر من الدراري حيت الدريات كيعرفوا يبيعوا، وحتى شي واحد ما كيشك فيهم. البنت ملي عاودت ليهم هادشي كامل نهار الثالث كلشي ولا كيضارب باغي يمشي معايا انا. انا واقف واحد القنت كنشوف فيهم كيتناقاو كاملين بالطاليانيه، اخوكم ما فاهم والو، راكم عارفين الفرنسيوي يلاه كنشدو فيها شي كلمات، عطنا غير الطاليانيه. جا عندي محمد وقال لي انت هو القايد اسيدي، كلشي كيضارب عليك وانت واقف كاع ما على بالك كاع. اي والله ما فراسي شي حاجه وباقي ما فهمت والو، يا واش الطاليانيه دي شحال خاصني باش نتعلمها. قال لي غنسى عليك الطاليانيه هادي، قال لي مع الوقت غادي تلقى راسك كتهضر بها بلا ما تشعر. المهم كي غادي مع الخدمه مزيان، ليه مزيان. مهم داس الوقت نهار الاول الثاني الثالث، لقيت راسي بديت كنفهم شي كلمات وبديت كنتعلم الخدمه ديالهم. واخا انا ما عندي لا غرض لا والو، ولكن خاصني نتقل الخدمه باش نقدر نوصل داكشي اللي بغيت. من بعد ما كملت معاهم 3 شهور تقريبا، الله يسمح لي كنت ديما كنعيط للوالده وكنكذب عليها، تنقول لها بغيت نجي ولكن خاصني نراجع، الا جيت للدب تماك ما غاديش نقدر نحفظ. كتقول لي صافي ولدي غابقى الله يعاونك. كنقطع معاه وكنكمل الخدمه ديالي. واحد النهار جا عندي محمد وقال لي شوف، قال لي جي واحد السلعه من صبليون، حنا خاصنا نتلقاو لها في الطريق وندخلوها للطاليان، قد يشبعانا براجات وشبعانا ريسك، وتا شي واحد ما كان تيق فيه هنا من غيرك نتايا. هاد الهضره كامله قالها لي قدام جورج وكان كيهضر معايا بالطاليانيه، واخا عارفني ما كنفهم والو. المهم فهادشي كامل بغا يوصل لجورج ميساج
بلي هاد السيدة كانت تيق فيها كتر من دراري كاملين. مهم هو كيهضر معايا وانا كندير راسي بحال فهمتو. من بعد قال لي صافي واش معايا تي انا قلت لك في الاول ديما معاك. كانت ليكيب ديالنا كامله كتصنط وكلشي عارفين غادي نمشيو نجيبو داك السلعه، وهاد السلعه دي مهمه بزاف اليوم. بقيت جالس انا ومحمد في الطوموبيل كنتسناو شي تليفون غادي يجي عاد باش غادي نتحركو. مهم داز تقريبا شي 3 ديال السوايع عاد وصلوا التليفون اللي كيتسنى فيه ما بغينا نتحركو. كتبان لي داك البنت اللي ديما كندير داك البواط كتبيع فيها كتشوف هي من بعيد وكتشيا ليا، عرفت باغي تقول لي شي حاجه. قلت لي وقف وقف انا بلاتي. هبطت لعندها وقفت بقات كتشوف فيا وعينيها كانوا حمرين. مولفات البنت غير كتضحك كدوي معايا وانا ما فاهم فيها والو ما عرفتش اش كتقول. المهم عرفاتني ما فهمتهاش خدات من عندي التليفون خدات الواتساب ديالي وبقات كتكتب فيه بزاف. ومن بعد بدات كتنعت في محمد. تخبات الله واش ما يشوفها حتى شي واحد ومشيت كتجري. طلعت ركبت حدا وعفطنا حنايا. هذاك الميساج اللي كتبات ليا قلت غتكون غير شي رساله ديال الحب ولا شي حاجه خليتها عندي وما قلت والو. من بعد ما وصلنا جيت الغابه قال لي محمد تاش بغات داك المسخوطه عندك؟ ليش كنضحك وقلت ليها والله ما عرفت كاع ما كنفهمها كاع اش كتقول. خلات لي غير واحد الميساج قال لي انا قرا نقول لك شنو كاين. جبت لي الواتساب قراها سيد اللون ديال الوجود تخطف. البنت كانت كدور وسمعت داك الميكروب اللي كنت خليت ضابو قدام صاحبته. سمعته كيهضر مع شي واحد وتيقول ليه اليوم ما غادي نقاد ليه الطابه. طلع عندي محمد وقال لي السلاح عندك واجد كلشي واداك يا كلشي واداك على شنو واقع. قال لي هذاك مسخوط باغي يدير شي حاجه يا اما عطابين عند شي واحد ولا بغى يخرج علينا. مهم رد معايا البال. مشينا للبلايصه فين داين مع الناس بقينا واقفين. من بعد وقفات واحد الطوموبيل ونزل منه واحد خونا تم جي قاصدنا. عطانا الكونتاكت ديال الطوموبيل وعطينا الطوموبيل ديالنا. ركبنا في الطوموبيل الاخرى وتمينا غاديين في حالاتنا. تمينا راجعين وغادي البال. الطريق اللي كندوزو منها كاينه صغيره بزاف هي اللي ما فيها لا باراجات لا والو. ولكن ملي وصلنا ليها لقينا كامله مسدوده بالطوطوار. كانت شي مافيا خوا سايقه الخبار بلي حنا مهربين السلعه. محمد فانا بعيد وشعل الضواء قال لي جبت السلاح ديالك. جبت السلاح وجدته حتى وجبت السلاح وبقينا واقفين. من بعد بدينا كنسمعوا القطاس ما عرفنا داكشي منين كيجي بحال الشتا كتصب علينا. قال لي تحنا لتحت. تحنيت لتحت الضاب مارشاليا وتمينا راجعين ضابنا دوميتو ورجعنا في حالاتنا وباقي القطاس كيضرب فينا. ما خرجنا للشارع تحبس الصوت ديال القطاس. قال لي شوف انت غادي تسوق دابا وغادي تكمل عادي بحال ما واقع والو. تبدل تنوي بالبلايص وينزل بزاف من الطوموبيل وتخزن ورا واحد الشجره. مهم كملت انا في الطريق ديالي شويه ما يدوز واحد الماطه من ورايا مع شافو موجبة بيستولي ويتيه في الاول من بعد تيه في الثاني. شقرا بحداهم كيلقى واحد معانا في المافيا وواحد مع المافيا المنافسه ديالنا. يعني وسط المافيا اللي كاين فيها انا كاينين بزاف ديال الخوانه. الزينة بجوج حطينا في الطوموبيل عندنا وكملنا الطريق ديالنا عادي. وصلنا لداخل خونا اللي كتخلي الضابو هو اللي عاطي بينا شافنا ولا صفا ولا غير كيدخل وكيخرج في الهضره. جبت التليفون ديالو ودا راسو كيهضر وبغى يخرج من تماك. عيط عليه محمد وجبد عليه السلاح قال لي خليك انا ما تمشي حتى شي بلاصه. قال لي علاش جبد عليه السلاح؟ قال لي غير وقف انا وغادي تعرف كلشي. هبط جورج من الفوق ما فاهم والو. قال لينا مالكم؟ عاود لي محمد كلشي شنو وقع. جورج ما عطلوش جبد بيستولي ويقول ليها اجي لهنا. قرب وحده وقال لي شوف غتقولي دابا كلشي اللي معاك ولا غادي نصفي لك انت والعائله ديالك. بدا كيتعاد داك الميكروب وبدا كيبكي وكيبوست يفاجليه. من بعد قال لي انا وفلان ومعهم حتى واحد البنت شتهم قتلهم كاملين قدامي. هادشي الخوت اللي كنت كنشوف بحال في شي فيلم. عرفت ان الميكروب هذا يقدر يقتل الوالد بدم بارد كاع ما يرحمو كاع. فهم لي شتو كيفاش كيتعامل مع بنادم هنا بحال الدبان. المهم محمد ضال عند جورج وقال ليها الدليل هذا اللي الله خدم معانا في الثقة على هادو كاملين هو اللي اعتقني. جا عندي داك جورج وحط يدي على كتافي وبدا كيقول شي حاجه بالطاليانيه شي حاجه كنفهمو شي حاجه لا. المهم بحال كان كيمدح فيا وصافي. من بعد جبد واحد جوامة طاه ليا خديته من عنده ومشيت انا ومحمد للباطما. خديت انا وياه يومين اوبو يومين دوزت صغر هضره مع ديك الدريه سميتها ايما. واخا شميكيا وخدامه مع المافيا كانت كتبان لي ضايف والله عما هذا خصوصا بسبب هاد تعتقنا. كل ما كانت شي كره ودهنا هذوك المكاريب ما كانوش غاديين يرحمونا. واخر حاجه كنا كنتوقعوها هي لقاوهم في الطريق.
مهم داك ايمن اللي عرف القصه ديالها زدت احترام تكثر من الاول. السيده كانت خدام على امها، باها كان هارب وخلاهم ملي امها ماتت بواحد مرض خايب، وداك المرض كيطلب لها بزاف ديال الفلوس، ما خلات فين خدمات ما كتقدرش توفر داك المبلغ كامل اللي خاصه. ما لقاتش غير المافيا هما اللي كيعطيو داك الفلوس اللي غادا تكفيها، داكشي علاش قبلت تخدم معاهم، وكانت كل نهار كتضمر حيت عارفه راسها كتبيع السم لبنادم، ولكن كتبكي وكتقول ليا ما عندي حتى شي حل، الا ما درتش بحال هكا امي غادا تموت. انا كنت حالف من ناكل الريال ديال الحرام من عدد المكايب هادو، داكشي علاش الفلوس اللي كنت كنشد كنت كنعطيهم داك ايما باش تعاون امها باش تداويها. المهم داز الوقت، واحد نهار جورج كان غادي يقضي شي غرض، شي غرض اللي ماشي عادي، كان غادي يتفاوض مع شي مافيا تخوين، وقال لمحمد بغيتك تمشي معايا. ومحمد بطبيعة الحال جرني معاه. ركبت واحد الطوموبيل حياتي كاملة عمرني ما ركبت فيها، واحد مرسيدس القليلة الثاوية شي 400 مليون. ركبنا فيها ومشينا ديريكت واحد الغابة، ولقينا واحدين خوين كيتسناو فينا. نزل واحد الراجل ونزل جورج تا هو، بقاو كيدويو شحال، أنا ومحمد كنا واقفين بعيد. من بعد ما سالاو الهضرة ديالهم كل واحد فيهم تم راجع الطوموبيل ديالو وتمينا راجعين عادي. في الطريق لقيناها محبوسة، لقينا جوج ديال الطوموبيلات واقفين وحابتين الطريق. هبط لعندهم جورج وبدا كيهضر معاهم. كانت هاد المافيا هادي هي اللي تلقات ليا في الطريق انا ومحمد، وكان واحد من الرجال ديالهم مات وجايين كيسولوا علاش. قال لهم جورج شنو كاين، كانت واحد القواعد ديال المافيات حتى شي واحد ما خاصو يخترقهم، ملي شرح لهم شنو كاين مشاو في حالاتهم. المهم حيدهم الطريق وكملنا طريقنا. ما عرفتنا داك البيستو خرجنا للشارع لقينا واحد موطور كيتسنى فينا، حنا غاديين ورديت ليه البال. السيد غادي تابعنا، قلت ليه دور على اليمن تبعنا داك من الموطور. قلت لهم بلا ما تعيقوا واحد خينا تابعنا. محمد قال لي بالطاليانية وكملنا الطريق ديالنا عادي. محمد هو اللي كان غادي يصايك صواك تبارك الله. المهم تمينا غاديين، هذاك خونا كان تابعنا بالموطور. الوقيته اللي غادي نتحنسو فيها هي ملي كان شاعل فيوج وكانوا طوموبيلات قدامنا، ما عندنا فين غادي نمشيو، الموطور يعني غادي يلحق علينا. مع الحق عندنا الموطور، في ديك اللحظه اللي غادي يجبد بيستولي بغيتي في جورج، جبت انا بيستولي ديالي وسبقته، انا تيريت وهو تيا. رجعت جورج اللور ودارت القطاسه من حدانا، والقطاسه ديالي جات في ديك خونا في العنق ديريكت. جورج حط يدي على محمد وقال لي صافي سير، طير كامله هو غادي مصدوم. كان كيهضر مع محمد بالطاليانيه وكيقول ليه هاد داير هذا فين تعلم، هذا خطير هذا. كان غادي وكيشكو فيا الطير كامله، ومحمد حتى هو كيزيد لي فويغات. ملي وصلنا جورج ما هضرش معايا، طلع الفوق لواحد بيو ديالو وعاود هبط لعندي، جبد لي واحد لونفولوب كان شبعان فلوس، قال لي هادو ديالك. قال لي محمد بصحتك اسيدي، يا غا خو ما عندي ما ندير بها، انت راك عارفني انا. قال لي المهم الخطوه الاولى دوزناها مزيان. مشيت للباطما تاعي شويه دويت مع الوالده، ومن بعد بقيت كنهضر مع ايما. بقيت شي 4 ايام تقريبا وانا غا في الدار. نهار الخامس عيط عليا محمد، قال لي شوف فيق دابا، دابا لقاك واجد، ما كاملوش 5 دقايق غادي نوقف عندك. تي صافي كون هاني، لبست حوايجي بزاف وهبطت لعندو، لقيتو كيتسنى فيا، هزني في الطوموبيل وقال لي شوف، جورج باك اليوم بغا يديك عند غابرييل، هادي هي الفرصة، شوف، غابرييل ما غاديش تشوفو ديما، غادي تشوفو مرة في العام، إلا ما قديتيش الغرض هاد المرة هادي، عول على راسك ما غاديش تشوفو مازال، وغتبقى مازال باقي خدام مع المكايب، المهم اللي بان لك نتا. مطالي في يدي واحد الفادي، مطالي في يدي واحد بيستولي مركب فيه سيلونسيو، قالي شوف خلي عندك اللور وما تبين والو، وعرف كيفاش تصرف، لي صافي كون هاني. داكشي اللي كان، داني محمد حتى للبلاصة ديالنا، بقيت جالس في الطوموبيل. من بعد جات واحد الطوموبيل خو كان فيها جورج بوحدو، هبطت لعندو ركبت معاه في الطوموبيل، داني لواحد الفيلا وشفت داك الميكروب ديال غابرييل. جا حط يدي على كتافي وكيضحك وكيهضر معايا زعما راه كيشكو فيا، وانا كنشوف فيه هو وكنتخيل بو اللي كان ميت وثلاثه ديال القطاسات اللي كانوا في الستار ديالو. جورج كيهضر مع غابرييل وكيشكو فيه عليا وكيهضر بواحد الحماس اللي كبير بزاف، وانا غير ساكت وحاد راسي في الارض. داك الساعه كنت كنفهم بزاف طاليانيه، كنفهم بزاف ديال الكلمات، يعني الاغلبيه ديال داكشي اللي قال ليه كله فهمته. من بعد غابرييل قال لي دخل دخل داخل، دخلونا لداخل وبقينا جالسين فواحد الصاله حنا بوحدنا. كانت غير واحد خدامه اللي خدامه علينا، بيني وبينكم والله ما كاينه شي فرصه احسن من هادي، حيت برا كل حراس وما عنديش كيفاش ندير مازال. كنت كنصحاب غابرييل غادي يمشي معنا شي بلاصه ولكن ما غاديش يمشي،
محمد قال لي الا ضيعتي هاد الفرصة هادي ضابكتان. بقيت كنتسنى شحال وكنتردد غير بوحدي. من بعد غامات جبد داك بيستولي وانا حطو الزوج على راس ديالو، ضربت جوج قطع اساسا طاح مغيب. قبيل ما فهم والو، طاح عندي الله بدا كيقلب على السلاح، حطيتو ليه في راس ديالو. ليها انا هو ولد فلان، ولد فلان اللي قتلتيها في البلاد ديالو. طبيعة الحال هادشي قلتو لي بطاليانية، الكلمات اللي كنت غادي نقولهم ليك كنت كنحفظ فيهم وعمرهم يتنساو ليا. بقى يشوف فيا وبدا كيبكي بحال شي دري صغير، كاع ديك العياقة ديالو من داك الجبروت اللي كان عنده مشا ولا كيبكي بحال شي دري صغير. كان غير فشي مكاريف الدب عندنا كيكونوا سبوع حدا كتشدو خارج الدب كيولي بحال شي درية. مهم شتي داك بيستولي وخويتو فيه كامل. فات لقيتها عاد حسيت براسي ارتاحيت شوية. كتدخل الخدامة مع شاف داك المنظر والدمايات وهي تعطى على الغوات، ناضت هوينة في داك الفيلا. الميكروبا خرجت عليا، قاع داك الحراس اللي كانوا واقفين في الباب دخلوا كيتجاراو. خرجت انا من الباب كنجري، بالي واحد الصور نقصتو مع قطعه الشانطي مع كنلقى واحد الطومبيل واقفه. انسرح عيني على اليمن كنلقى طواله ما عندي فين تخزن. والله صار تا هو بحال هكاك، مصيبك حلا عطيتها لدادك. ما بعد شويه هذيك الطومبيل اللي كانت واقفه ويا الديماري وتما تغدى في اتجاه ديالي. هبط لها البيس بشتي الا بغى يدخل فيا ما يقدرش، واخا كنت عارفه النهايه ديالي هي هذيك، ما كاين اللي غادي يعتقك هاد المره هادي. مهم ما تقابلت معايا الطوموبيل تلقاه محمد وايما. محمد كان عارفني غادي نفعل اليوم، داكشي علاش توا كان ضارب حساب باش يجي يكالي عليا. فاتوني وقفوا وحلوا لي المالا، مشيت كنجري تلاحيت في المالا وسديت عليا الباب. عفطه وحده ما وقف حتى لواحد البلاصه بعيده في الطاليان، وقف قال لي اهبط هنايا. مع هبط ما سلم عليا ما والو، داوني لواحد الطوموبيل طلعني ليها. طلعت معايا ايما وعفط حفطه وحده ديك للسباليون. هاد السيد اللي كملنا معاه ما كيعرفش الطاليانيه كاع، حتى السباليونيه ناقص فيها، ما عرفنا واش من البنكل ولا منين مضبين عليه. المهم هزنا تهلا فينا، دانا لواحد الدار بتنا فيها بقينا معاه يومين. نهار التالت مع الخمسه ديال الصباح فيقنا، هزنا ودانا ديكت واحد البلاصه، شدينا واحد الزودياك ديكت لطنجة، لاحونا تماك ورجعوا في حالاتهم. شايلو معايا هبطنا في طنجة، ما عندنا لا فلوس لا والو، فازقين وحالتنا حالة. وكانت داك الوقيته وقيته ديال البرد ماشي الصيف، يعني كان الموت ديال البرد. رجعنا لبرا كنطلبو في عباد الله حتى شي واحد متسوق لينا، كنبانو بحال شي متشردين. من بعد مشيت ديكت المحطة، بان لي واحد الطاكسي بيض قلتلي غادي يديني كورس حتى لكازا. تفاهمت معاه في الثمن، قالي راه خلصني يا صاحبي. غير يلا صاحبي غنوصلو للدار ان شاء الله وغادي نعطيك رشقك. فعلا وصلني حتى الباب، خديت من عندو التليفون عيطت للوالدة. الوالدة هبطت لي فلوس، هبطت لي خلصتو ومشى بحالاتو. طلعنا للدار الوالدة ما فهمت والو. اجي كندير هنا انا كنقرا، واش كدير معايا هادي؟ الوالدة من بعد غادي نشرح لك كلشي، خلينا غير ناكلو بعدا ونغسلو حالتنا حالة. فعلا دوشنا بجوج، عطات الوالدة هي واحد بيجامة وانا بدلت الحوايج ديالي. مهم تعشينا عرقنا مزيان وجبدت عليه. الغد ديال الوالدة مع 8 ديال الصباح مفيقاني، شكون هاد المصيبة اللي شتي ليا؟ تا فين كنتي؟ الوالدة دابا إلا كانت زين كامل المصيبة شنو غادي نكون أنا؟ غادي تدوي معايا باركة من داك التولية ديالك. منكدبش عليكم، ما كنت عارف ما نقول ليها، بقيت غير ساكت وكندخل ونخرج بالهضرة. وكت هاد السيدة هادي مسكينة جات من برا، كتقرا معانا هنايا وتقطع بها الحبل، غادي غنصوب بها الوالدة وصافي. من بعد 3 شهور تقريبا، 3 شهور وإيما معايا في الدار، تعلمت داكشي كامل ديال الدار والوالدة ولات عزيزة عليها، ولات الوالدة اللي مصدعاني، صافي تزوج بها، تزوج بها البنت هادي الله يعمرها دار. فعلا داكشي اللي كان، تكاتبت أنا وياها باقي ما دارت لا عرس لا والو. الشهر الرابع تقريبا غادي يدخل محمد، جا عندي ديريكت للدار، جا عندي بواحد حديدة لخوته، السلامة. ما شافني مسكين، جا عنقني وبقى كيسلم عليا وكيبوس بيا، قال لي برافو عليك ما عندي ما نسالك. خديتي التقا ديال الوالدين ديالك بجوج، لا جدك لا باك، وخديتي لي حتى انا التقا ديالي، وليت انا ورئيس ديال داك المنطقة. انا ما غاديش نقدر نخرج من تماك، ولكن بشوية بشوية غادي نقتلها. دوز معنا تقريبا شي 15 يوم، نهار اللي بغا يمشي خلى لي واحد باطمة واعرة، وخلى لي حتى داك الطوموبيل، وخلى لي واحد لاصوم ديال الفلوس في البنكة. قال لي هادشي كامل انا غتعاونت معاك بيه وصافي. قال لي اللهم فيك نتايا، هذا حلال ماشي حرام، غير توكل على الله. دات واحد العرس مفرقعة وعرفت على ولاد الدرب كاملين. من بعد بديت حياة جديدة، نسيت داكشي كامل اللي وقع، وبقيت مرة كنمشي نزور الوالد.
حتى هنا الخوت كتكون سالات القصة ديالي مع هاد المافيا هادي. نتلاقاو في قصة اخرى الخوت. تهلاو.